بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه. نعم. إذا قال شخص لشخص آخر عنده مملوك أعتق عبدك وعلي ثمنه، صح ذلك فيعتق العبد إذا اعتقه، ويكون ولاءه لدافع الثمن، يكون لأنه اشتراه منه، لأنه اشتراه منه واعتقه. نعم. وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق. وإذا لم يقل أعتق عبدك عني، بل قال أعتق عبدك وعلي ثمنه، فالولاء للمعتق على الأصل. نعم. لأنه لم يقل أعتقه عني. نعم. ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره. نعم. وإن أعتقه عنه بأمره بأن قال أعتق عبدك وعلي ثمنه، فالولاء للآمر بالعتق لأنه اشتراه منه. نعم. وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره. نعم، بأمره. نعم. وإذا كان أحد الزوج، والولاء معناه الإرث، الإرث بالعصوبة، لأن المعتق يصبح عاصبا للعتيق بالولاء لا بالنسب، يكون ولاؤه للمعتق بالولاء لا بالنسب، يكون إرثه للمعتق للولاء لا بالنسب. نعم. وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما. نعم، لأنه يعتق لأن الولد تبع لأبيه، لأن الولد تبع لأبيه في النسب، أما في الحرية والرق فهو تبع لأمه، فهو تبع لأبيه بالنسب، فيكون والده عاصبا له بالأبوة. نعم. وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها أو رقها. نعم، المولود تبع لأمه في الحرية والرق، وأما في النسب فهو تبع لأبيه، وفي الدين يتبع خيرهما دينا، في الدين يتبع خيرهما دينا. نعم. فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها. نعم، يتبع أمه في الرق. نعم. فإن اعتقهم فولاؤهم له ولا ينجر عنه بحال. نعم، إذا اعتقهم سيدهم فولاؤهم له ولا ينجر عنه إلى غيره بحال من الأحوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. نعم.
وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فولدها أحرار وعليهم الولاء لمولى أمهم. نعم. فإن عتق العبد جر معتقه ولاء أولاده. فإن عتق العبد جر معتقه ولاء أولاده. ولاء أولاده، نعم، أولاد العتيق، لأنهم يتبعون معتق أبيهم. نعم. وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته. إذا وجد الشخص أباه مملوكا فاشتراه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء، لأن القريب لا يملك قريبه ويكون ولاؤه له. نعم. وولاء أولاده أيضا تبعا له. نعم. وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لمولى أمه. نعم. فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم، لأنهم يرثونه بالولاء، أبوه يرثه بالولاء، فيرثونه خلفا لأبيهم بالولاء. نعم. فإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث. نعم، الولاء لا ليس للنساء فيه شيء، وإنما هو للذكور، للكبر من الذكور، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها. نعم. وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث. دخلنا بهالمسائل العويصة هذه. نعم. وإن مات الذكور قبل موت مع أن العمدة مختصرة، كيف يدخل في هذه الأشياء؟ نعم. وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقن من أبيهن. نعم. ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم، فإن اشترينا نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس الميراث. نعم. ولمعتق الأم سدسه. تجاوز هذا، تجاوز الباب الذي بعده. نعم. باب الميراث بالولاء. نعم. الولاء لا يورث. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فمن اعتق عبدا فله ولاؤه يرثه. نعم. الولاء لا يورث وإنما يورث به. الولاء لا يورث وإنما يورث به. نعم. الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبة المعتق. نعم. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو اعتق من اعتقنا. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فهي ترث عتيقها ومن اعتقه عتيقها فقط. نعم. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو اعتق من اعتقنا، وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه. نعم. والولاء للكبر. للكبر يعني للذكور دون الإناث. نعم. فلو مات المعتق
وخلف ابنين وعتيقه، فمات أحد الابنين عن ابن، ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق. طيب شوف الباب اللي بعده، تركنا من هالحجاوي هذا. نعم. باب العتق. نعم. وهو تحرير العبد، ويحصل بالقول والفعل. العتق هو تحرير المملوك، تحريره، نقله من الرق إلى الحرية، وهذه نعمة عظيمة، والعتق فيه فضل عظيم. فك رقبة، فكها من العبودية إلى العتق. نعم. ويحصل بالقول والفعل، فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما. نعم. فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه. نعم. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية، لا يعتق به إلا إذا نوى. الكناية، العتق ينقسم إلى قسمين، صريح وكناية. فالصريح يعتق به ولا ينظر إلى النية، وأما الكناية فلا بد من نية العتق، لأنها تحتمل العتق وتحتمل غيره. نعم. وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. من ملك ذا رحم منه فإنه يعتق عليه بمجرد ملكيته، لأنه لا يملك القريب قريبه. نعم. ومن أعتق جزءا من عبده مشاعا أو معينا عتق كله. نعم، لأن العتق يسري، والشارع يتشوف إلى الحرية، فإذا أعتق بعضه سرى إلى بقيته، ويعطي شركاءه قيمته، أنصباءهم من قيمته. نعم. وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر. نعم. إذا كان المعتق لبعض العبد موسرا سرى العتق على بقيته، ويعطي شركاءه أنصباءهم من قيمته. وإن كان معتق بعض العبد فقيرا فإن العبد يستسعى، يطلب منه أن يكتسب ثم يشتري نفسه. نعم. وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله وله ولاؤه. نعم. وقوم عليه نصيب شريكه. نعم. وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا حصته. نعم. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وهذا ما يسمى بالمبعض. المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه مملوك. نعم. وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا. نعم، لأن العتق يسري. نعم. إلا أن يملكه بالميراث. نعم. فلا يعتق عليه إلا ما ملك. نعم. فصل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه، أو علق عتقه على شرط، عتق إذا جاء الوقت أو وجد الشرط. نعم. ولم يعتق قبله. إذا العتق ينقسم إلى قسمين: عتق منجز يعتق به في الحال من صدور اللفظ، وعتق معلق يحصل العتق عند حصول المعلق عليه لأنه شرط، فيحصل الشرط، يحصل المشروط عند وجود الشرط. نعم.
ولم يعتق قبله ولا يملك إبطاله بالقول. إذا قال أنت عتيق بعد سنة ما له يتراجع، ما له يتراجع، فإذا مضت السنة عتق العبد. نعم. وله بيعه وهبته والتصرف فيه لأنه ملكه، ما زال على ملكه. نعم. ومتى عاد إليه عاد الشرط. نعم. وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق ووجد الشرط عتق حملها تبعا لها. نعم. وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. نعم. باب التدبير. باب التدبير. نعم. إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك. تدبير. نعم. باب التدبير. التدبير هو تعليق الموت، تعليق العتق على الموت، دبر الحياة يعني، هذا يسمى بالتدبير، ويسمى بالمدبر، من علق عتقه على موت سيده فهو مدبر. نعم. إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرا. نعم. يعتق بموت سيده إن حمله الثلث. إن حمله الثلث يعني يخرج من الثلث، وإلا يعتق منه بقدر الثلث، لأن هذه وصية والوصية لا تصح إلا بالثلث فأقل. نعم. ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة. نعم. ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية لأنه ما زال ملكا له ما دام على قيد الحياة. نعم. ومتى ملكه بعد ومتى ملكه بعد عاد تدبيره. نعم. وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها. نعم. ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقساط، هذا هو المكاتبة. الله جل وعلا يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالمكاتبة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه له ثم يعتق. نعم. ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث. نعم. ما بقي عليه من الكتابة. نعم. وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق. نعم. وهو على الكتابة بما بقي. نعم. وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها. استولدها يعني تسرى بها فولدت منه، هذه أم الولد. أم الولد هي المملوكة التي يتسرى بها سيدها فتحمل منه وتأتي بمولود. نعم. وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها، وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما. نعم. لأن الكافر لا يملك المسلم، يرتفع ملكه عن المسلم. نعم. وينفق عليهما من كسبهما. ينفق. أحسن الله. وينفق عليهما من كسبهما. نعم. فإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما. نعم. فإن أسلم رد إليه، وإن مات عتق. نعم. وإن دبر شركا له من عبد وهو موسر لم يعتق سوى ما اعتقه، وإن اعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. نعم. باب المكاتب. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه
على أقساط تسمى بالنجوم، النجوم الكتابة، كاتبوه من علمتم فيهم خيرا. نعم. المكاتبة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته. نعم. وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها. ما يجب على السيد أن يكاتب عبده، لكن يستحب له ذلك، يستحب له ذلك إذا طلب منه العبد أن يكاتبه، يستحب لقوله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. والذين لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. ويجعل المال عليه منجما. نعم. الكتاب ما تدفع مرة واحدة، لأن هذا يشق على العبد، لكن يصير نجوم مقسط. نعم. ويجعل المال عليه منجما فمتى أداها عتق. نعم. ويعطى مما كتب عليه الربع. نعم. بقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. طيب. قال علي رضي الله عنه هو الربع، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم. هو العبد إذا تعاقد مع سيده على الكتابة فليست عقد لازم، الكتابة ليست عقدا لازما، وإنما هو عقد جائز لكل منهما فسخها. نعم. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم. نعم. إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر لأجل يكتسب، علشان يؤدي دين الكتابة، يمكن من الكسب. نعم. وكل ما فيه مصلحة ماله. نعم. وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده. نعم. لأنه لا يزال مملوكا لسيده. نعم. وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله. نعم. ومتى لأنه على طريق العتق، لأنه على طريق العتق فيمكن من الاكتساب لأجل أن يؤدي ما عليه فيعتق. نعم. ومتى أخذ شيئا منه أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته. نعم. ويجري الربا بينهما كالأجانب في المعاملة، يجري الربا بين العبد وسيده، يحرم بينهما كما يحرم بين غيرهما. نعم. لأن الربا محرم مطلقا. نعم. إلا أنه لا بأس عليه أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته. هذا راجع إليهما، إذا اتفق على التعجيل بدل التنجيم لا بأس، الحق لهما. نعم. وليس له وطء مكاتبته. نعم. ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها. وليس له وطء مكاتبته. نعم. ولا ابنتها، لأن على طريق العتق فلا يطعها وهي مكاتبة. نعم. وليس له وطء مكاتبته ولا ابنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها. نعم. وإن ولدت منه صارت أم ولد. فإن نعم. أم الولد هي التي تلد من سيدها، أم الولد تبقى مملوكة لسيدها إلى أن يموت، فإذا مات سيدها عتقت. نعم. وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت. نعم. وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت. نعم. وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت. ويجوز بيع المكاتب لأنه مملوك، المكاتب قن ما بقي عليه درهم،
والكتابة عقد جائز ما ليس لازما، لا يجوز للسيد أن يبيع مكاتبه وينهي الكتابة. نعم. ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكون في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته. نعم. فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه. وولاؤه لمشتريه. لمشتريه، نعم، وليس لمن باعوه. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. نعم. وإن عجز فهو عبد له. نعم، إذا عجز العبد أو عجز نفسه فله ذلك، لأن الكتابة ليست لازمة، عقد جائز. نعم. وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل الثاني. نعم. فإن جهل الأول منهما بطل البيعان، وإن مات المكاتب بطلت المكاتبة. شوف الباب اللي بعده. نعم. حسن الله. باب حكم أمهات الأولاد اللي بعده. كتاب النكاح. نعم. النكاح من سنن المرسلين. نعم، النكاح من سنن المرسلين. نعم، فالتزوج من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فالنكاح من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيستحب النكاح، ويجب على من يخاف على نفسه، من يخاف على نفسه من الزنا يجب عليه أن يتزوج عفافا لنفسه، وأما من لا يخاف على نفسه فيستحب له أن يتزوج ولا يبقى أعزبا. نعم. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة. أي نعم، هو أفضل من التخلي عن الزواج لأجل يتفرغ للعبادة، لأجل يعف نفسه ولأجل الذرية وتكفير المسلمين. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم، أعيد المسألة. وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة. لنفل العبادة، للنفل، أما الفرض فرض العبادة فيقدم على النكاح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، وقال عثمان بن مضعون رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، توفي عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى عليه رضي الله عنه، وهو أخ لعثمان بن عفان من أمه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال يا معشر الشباب. نعم، تبتل معناها أنه يترك الزواج ليتفرغ للعبادة، والبتول هو الذي يترك الزواج لأجل العبادة، الزواج أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة لما فيه من المصالح العظيمة وعفاف النفس. نعم. وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم، هذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. الباءة قيل هي نفقة الزواج، وقيل هي القدرة على الجماع، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع
فعليه بالصوم لأنه له وجاء. نعم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لأن الصوم يضعف الشهوة، يكون علاجا مؤقتا إلى أن يستطيع التزوج. نعم. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة. النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المرأة التي ليست من محارمه حرام، لا يجوز النظر إلى النساء، قصد النظر إلى النساء حرام. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فغض البصر فيه إعانة على حفظ الفرج، وإرسال النظر يسبب أن الإنسان قد يقع في الحرام، والنظرة سهم مسموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. على المسلم أن يغض بصره عن النساء ولا يتطلع إليهن إلا الخاطب. إذا أراد أن يخطب امرأة فله أن ينظر، بل يستحب له أن ينظر إليها ليرى هل تصلح له أو لا، هذا مستثنى، وهو يدل على أن الأصل تحريم النظر، لأن الرخصة تدل على أن الأصل تحريم. نعم. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة. أي نعم، ينظر ماذا ينظر منها؟ ينظر منها ما يظهر مثل الوجه والكفين، ينظر الوجه والكفين ولا ينظر إلى غير ذلك منها، يبقى على التحريم على الأصل ولا حاجة إليه. والنظر إلى الوجه والكفين يغني، لأنه يدل على جمال المرأة وخصوبة بدنها أو عدم ذلك. نعم. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة، كوجهها وكفيها وقدميها. إما أن يجلس معها بحضرة وليها وينظر إلى شعرها وإلى وجهها وكفيها، وإما أن يترصد لها وهي لا تدري فينظر إلى هذه الأشياء منها. نعم. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا حرام، أن الرجل يخطب على خطبة أخيه، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يرد. فإذا علم أن الرجل سبقه إلى خطبة امرأة فإنه يمسك عن خطبتها إلى أن يتبين الأمر أنه أجيب إليها أو أنه رد عنها، وهذا من الحرام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أن رجلا خطب امرأة فلا يقدم على خطبتها، هذا حق لأخيه فلا يعتدي عليه. نعم. ولا يخطب الرجل على خطبة يخطب، ما هو بيخطب، يخطب هذا الخطبة، وأما يخطب ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من إيش؟ من خطبة النساء، هذه قال له خطبة، وأما الخطبة فهي الكلام الذي يلقى في خطبة الجمعة وغيرها. نعم. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. نعم. إلا أن لا يسكن إليه، إلا أن يعرف أنه رد الخطيب الأول فله أن يخطب. نعم. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. المعتدة الباين، المعتدة الباين، وأما المعتدة الرجعية زوجة لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدة، لكن الباين هذه يحرم التصريح بخطبتها، يحرم التصريح
بخطبتها، لأن هذا وسيلة إلى أن يعقد عليها. الخطبة وسيلة إلى العقد، يحرم عليه ذلك. وسائل الوسائل لها حكم الغايات، لكن الكناية، الكناية كان يقول أنا أرغب في امرأة، أنا ودي بامرأة تصلح لي، أنا فيك راغب أو ما أشبه ذلك، أنت تصلحين لي أو ما أشبه ذلك من الكنايات. نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. نعم. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. البائن أما الرجعية فهي زوجة. نعم. فيقول لا تفوتيني نفسك. نعم. وأنا في مثلك لراغب. نعم. ونحو ذلك. نعم. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. لا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله. لا ينعقد النكاح بمجرد الخطبة أو بمجرد العرض عليها، إنما لابد من الإيجاب والقبول كسائر العقود. كل العقود ما تصح إلا بالإيجاب والقبول. نعم. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. هذا هو الإيجاب والقبول، ويكون بلفظ الإنكاح أو الزواج. أنكحتك، زوجتك، قبلت هذا النكاح، قبلت هذا الزواج، ينعقد بذلك. نعم. ويستحب أن يخطب قبل العقد. يستحب أن يخطب، ما هي يخطب، يستحب أن يخطب قبل العقد، لأن يحمد الله ويثني عليه ويقرأ الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خطبة الحاجة المشهورة، خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذه خطبة الحاجة تقال عند العقد، وهي مستحبة، مستحبة وليست واجبة. نعم. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي هذه: الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. نعم. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. نعم. اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. نعم. ويستحب هذه خطبة الحاجة. نعم. ويستحب إعلان النكاح. نعم. إعلان النكاح يجب، يجب إعلان النكاح ولا يكتم،
قوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. هذا من إعلان النكاح، ما يكون النكاح سري، لأن هذا يشبه الزنا. أما إذا أعلن زالت الريبة وزال اللبس في ذلك. أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، وهو الدف. نعم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. من إعلان النكاح الضرب عليه بالدف، تضربه النساء لا الرجال. الرجال ما يجوز لهم يضربون الدف، هذا خاص بالنساء فيما بينهن، يجتمعن ويرقصن ويضربن بالدف بينهن إعلانا للنكاح. نعم. باب ولاية النكاح. طيب، ويستحب إعلان النكاح. إعلان النكاح، ومن إعلانه الشهود، أن يشهد عليه حضور شاهدين، هذا من إعلان النكاح. من إعلان النكاح الضرب عليه بالدف، من إعلان النكاح عمل الوليمة، كل هذا من إعلان النكاح، الفرق بينه وبين السفاح. نعم. باب ولاية النكاح، يعني من الذي يتولاه، يتولى العقد. نعم. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ما تزوج المرأة نفسها، عند الجمهور ما تزوج المرأة نفسها، إنما يزوجها وليها، يزوجها وليها، وهو أقرب العصبة إليها، وشاهدي عدل، هذا من إعلان النكاح. نعم. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. نعم. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل. نعم، أولى الناس بإنكاح المرأة أبوها، ثم جدها، إذا لم يوجد الأب الجد لأنه أب، وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل. نعم. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا. الحرة، وأما الأمة يزوجها سيدها. نعم. أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها، ثم عمها، ثم إلى آخره عصبتها. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. أي نعم. ثم معتقها، لأن له عليها الولاء. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. نعم. ثم السلطان، من عصبات المعتق يعني. نعم. ثم السلطان، إذا ما لم يوجد للمرأة ولي، إذا لم يوجد للمرأة له ولي لا بالنسب ولا بالولاء، يزوجها السلطان وهو الحاكم، لأن السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، فيزوجها السلطان أو نائب السلطان. نعم. ووكيل كل واحد منها، لكن لا صار والمسلمين أقليات في بلاد الكفر ولا في سلطان، من الذي يتولى هذا؟ المركز الإسلامي، المركز الإسلامي يقوم مقام السلطان. نعم. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. نعم، وكيل الولي يقوم مقام الولي. نعم. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب. نعم، ما يصح تزويج العاصب الأبعد مع وجود العاصب الأقرب، فلا يزوج الأخ مع وجود الإبن، لأن الإبن أقرب، ولا يزوج الإبن مع وجود الأب، لأن الأب أقرب، وهكذا. نعم. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاقل. إذا كان الأقرب لا يصلح
للولاية باختلاف الدين أو لأنه صغير أو لأنه زائل العقل. نعم. إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها. نعم. أو عاضلا لها. أو عاضلا لها. نعم. أو غائبا غيبة بعيدة. يعني الأقرب يكون غائب غائب غيبة بعيدة ولا يمكن مراسلته، يزوج الذي بعده. نعم. ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه. نعم، لا يتولى مع مخالفة الدين لا يتولى أحدهما إنكاح الآخر لعدم التناصر بينهما، لعدم التناصر بينهما. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد امرأة. إلا المسلم إذا كان سلطانا فيتولى تزويج من تحت ملكه، ولا من الكافرات يزوجها لأن له الولاية عليها تحت ملكه، هي تحت سلطانه. نعم. فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. نعم، هو الكبير لابد من إذنه، وأما الصغير الذي ليس له إذن ولا يدري يزوجه وليه، يزوجه أبوه، يزوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، زوجها أبو بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، دل على أن الأب يزوج ابنته الصغيرة. وأما بقية الأولياء فلا يزوجها إلا بعد بلوغها واستئذانها أيضا. نعم. ويستحب استئذان البالغة. نعم. وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. وليس له تزويج البالغ الصغير لأبيه أن يزوجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بولاية أبيها أبي بكر الصديق وهي صغيرة بنت 6 سنين، ما تدري عن شيء. نعم. وبنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين. نعم. فدل على أن الأب خاصة يزوج ابنته الصغيرة وإن كانت دون التمييز، وأما غيره من الأولياء فلا يزوجها إلا بعد بلوغها وإذنها أيضا. نعم. وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. نعم. وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة. هذا خاص بالأب، الأب هو اللي يزوج الصغير من أبنائه وبناته، وأما غيره من الأولياء فلا يزوج إلا إذا بلغ ورضي بهذا، يستأمر ويستأذن. نعم. وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا لإذنها. نعم. وإذن الثيب الكلام. أي نعم، إذن الثيب الكلام تقول نعم لا بأس، وأما البكر تستحي تقول لا بأس، صمتها إذا صمتت فهذا إذنها، وإن أبت فلا تجبر، إذا أبت لا تجبر، إذا صمتت فصمتها إذن لها، لأنها ما تستحي أن تقول لا بأس أو رضيت أو ما أشبه ذلك. نعم. وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها،
والبكر الأيم هي الكبيرة التي لا زوج لها. نعم. وأنكحوا الأيام منكم. نعم. الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. نعم. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها. بغير كفئها. نعم، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الذي صرف الأمر بالمكاتبة في الآية من الوجوب إلى الاستحباب؟ نعم، لأن العقد هذا جائز، هذا من العقود الجائزة اللي لكل واحد من الطرفين الفسخ، ما هي بعقد لازم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من كان له عبد فأعتقه، فهل ينسب العبد لمن أعتقه ويحمل اسمه واسم قبيلته؟ لا، ما يجوز هذا. ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، ما يجوز هذا. ما يجوز إن المعتق ينسب إلى معتقه، بل ينسب إلى أبيه. ادعوهم لآبائهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: توفيت عمتي قبل تقسيم الميراث، فهل لابنها أن يطالب بميراث والدته؟ توفيت إيه؟ توفيت عمتي قبل تقسيم الميراث، فهل لابنها أن يطالب بميراث والدته؟ إيه نعم، موتها ما يسقط حقها من الميراث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عدم توريث الإخوة مع الجد واعتباره أبا فتزول الكلالة عنهم، هذا مذهب من أهل العلم؟ الجمهور، مذهب جمهور الأئمة أن الإخوة لا يرثون مع الأب. نعم. وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب واختيار أئمة الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لماذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تعريفهم للكلالة؟ يقول أحسن الله إليكم: لماذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تعريفهم للكلالة؟ ما أعرف أن الصحابة اختلفوا فيها. الكلالة من لا ولد له ولا والد، هذا الكلالة، من لا ولد له ولا والد، هذا هو الكلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الدليل على توريث الجد بالأحظ بين في المقاسمة مع الإخوة؟ لأنه أمكن منهم وأقرب منهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لماذا لا يقول الحنابلة بتوريث بيت مال المسلمين إذا مات من لا وارث له؟ لماذا إيه؟ أحسن الله إليكم. يقول: لماذا لا يقول الحنابلة بتوريث بيت مال المسلمين إذا مات من لا وارث له؟ ما قالوا الحنابلة هذا. الحنابلة يقولون إذا مات من لا وارث له فماله لبيت المال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: المكاتب يباع، هل يكون لهذا البيع، هل يكون بهذا البيع حرا؟ كيف؟ يقول أحسن الله إليكم: المكاتب يباع، هل يكون بهذا البيع حرا؟ المكاتب قن ما بقي عليه درهم، ما دام ما أدى دين الكتابة فهو مملوك لسيده، له أن يبيعه. وأيضا الكتابة كما سمعتم وتكرر أن ما هي بعقد لازم، عقد جائز لكل منهما فسخها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف يشتري المكاتب نفسه من سيده وهو لا مال له وكل ما يملكه لسيده؟ نعم، سيده أذن له بذلك، سيده أذن له بذلك وكاتبه على مال، منين يجيب هالمال؟
جيبه من الاكتساب يكتسبه ويؤدي ما عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يكون إذا اعتق بعض القن صار إذا اعتق بعض القن سار الشارع على عتقه كله؟ أي نعم، لأن الشارع يحرص على العتق، فيسري على بقيته. إن كان المعتق للبعض له عنده مال فإنه يدفع قيمة الشركاء ويعتق، يكون الولى له. وإن لم يكن له مال فإن العبد يعتق منه بعضه ويكون مبعضا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما أفضل الكتب في شرح الفرائض؟ الشنشوري، شرح الشنشوري على الرحبية شرح جيد وواضح، عليه حاشية الباجوري عليه جيدة جدا على الشنشوري. نعم. واللي يبي يتوسع يروح لشرح الترتيب عند الشافعية أو للعذب الفايض عند الحنابلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يمتلك الناس بعضهم أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يمتلك الناس بعضهم بعضا في ذلك الزمان حتى جاءت هذه الأحكام بالعتق؟ أولم يكن الناس أحرارا؟ أم أن الله جعل عليهم الرق بسبب الكفر، سبب الكفر، فإذا استولى المسلمون على أولاد الكفار في المعركة ما يقتلونهم، يكون عليهم الرق، أو على نساء الكفار ما يقتلونهن، يكون عليهن الرق، عليهن الرق. الله هو الذي جعل الرق عليهم، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. لما تمردوا على عبادة الله جعلهم الله عبيدا لغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم بترك شرح كتاب العتق بحجة أنه لا يوجد في هذا الزمن؟ يعني تترك الأحكام الشرعية على سن أنه ما يوجد في هذا الزمن؟ يوجد، يمكن يوجد في المستقبل، الحكم الشرعي لا يعطل، ولو كان ما يعمل به في فترة من الفترات يعود بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا نرى صعوبة في كلام الفقهاء؟ لأنك ما تفهم أنت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا مات الأب ومنع أحد أبنائه من الميراث، فهل الذين أخذوا ميراث أبيهم إيش؟ أحسن الله إليكم، يقول: إذا مات الأب ومنع أحد أبنائه من الميراث، كيف منع أحد؟ من هو اللي منعه؟ ما أحد يمنع من الميراث، لا الأب ولا غيره، حكم الله عز وجل. نعم. ما يمنع من الميراث إلا الرق أو القتل أو اختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ما يمنع الميراث أحد من الخط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يعان المكاتب من مال الزكاة؟ اي نعم، لأنه معسر ومدين، المدين يعان من الزكاة إذا أعسر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المقصود بالآية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا؟ ما معنى إن علمتم فيهم خيرا؟ إن علمتم فيهم خيرا أي استقامة، إذا عتقوا يكونون مستقيمين، ما يدشرون ويفسدون، إذا علم أنهم ما يصلحون ما يكاتبون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يرد السيد المال على عبده إذا أراد أن يلغي المكاتبة؟ لا، العبد وماله لسيده، العبد ما يملك شيء، عدم مملوك فملكه لسيده.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يقول بعضهم أن الإسلام جاء برفع العتق، فما صحة هذا القول؟ جاء إيش؟ برفع العتق. كيف برفع العتق؟ الإسلام أمر بالعتق، الإسلام أمر بالعتق ورغب فيه، أو رفع الرق، لأن بعضهم يقول الإسلام رفع الرق وإنما أبقى بعضه مجاراة تدرج، هذا كلام باطل، كما يقول سيد قطب وغيره في ظلال القرآن، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الرق هذا ثابت في الشرع وفي الشرائع السابقة، ما ينكره أحد إلا جاهل أو ملحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يستحب للوالد أن يزوج ابنه حال البلوغ؟ أحسن الله إليكم، يقول: هل يستحب للوالد أن يزوج ابنه حال البلوغ؟ اي نعم، يزوج، يستحب له، أنكحوا الأيامى منكم، يستحب له يزوج ابنه حال البلوغ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نقرأ في ترجمة طائفة من العلماء أنهم لم يتزوجوا، فما سبب ذلك؟ سبب ذلك إما فقر لا يستطيعون الزواج، وإما أنهم ليسوا أصحاب شهوة، قد يكون الإنسان ما في شهوة، ما يخلق له شهوة فلا يتزوج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أراد الرجل التعدد فطلبت منه زوجته الطلاق بسبب ذلك، فهل يطلقها أو يترك التعدد؟ التعدد ما تمنع زوجته، هذا حكم شرعي، لكن يعدل، يجب عليه العدل، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ما إذا عرف من نفسه العدل الله أباح له مثنى وثلاثة وربع. نعم. لا تمنع زوجته من تعدد الزوجات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان يريد خطبة امرأة ولكنه يتربص بها حتى ينظر إليها دون علم وليها، فإذا أعجبته خطبها، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، قبل أن يخطبها ما ينظر إليها، ينظر إليها إذا خطبها ورضوا به ينظر إليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تقبيل أم الزوجة عند القدوم من السفر؟ هل يجوز تقبيل أم الزوجة؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز تقبيل أم الزوجة عند القدوم من السفر؟ إيه نعم، يقبلها لكن على رأسها، ما يقبلها على خدها وعلى فمها، على رأسها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من نصيحة تسدونها إلى من سيتزوج قريبا؟ النصيحة أن يتزوج ما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز إطالة مرحلة الخطبة؟ كيف؟ هل تجوز إطالة مرحلة الخطبة؟ ما هو طالت الخطبة أو قصرها، هذا راجع إلى أحوال الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض القبائل ترفض نظر الرجل للمخطوبة في حال الخطبة، ما حكم فعلهم هذا؟ لا يجوز لهم هذا، يمنعون شيء أجازه الشارع ورخص فيه، لا يجوز لهم هذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ماذا يجب أن يعرف من الزوجة أو الزوج قبل الخطبة؟ يقول: ماذا يجب أن يعرف من الزوجة أو الزوج قبل الخطبة؟ يعرف عنها أنها ذات دين، وأنها ذات خلق، وأنها تصلح له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل كبير بالسن عقد له على امرأة ولم يستطع ذكر اسم المرأة لضعف في سمعه. إيش؟ أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجل كبير في السن عقد له على امرأة ولم يستطع ذكر اسم المرأة لضعف في سمعه. ما فهمت السؤال. عقد له، كبير سن عقد له على امرأة، إيش؟ ولم يستطع ذكر اسم المرأة في العقد. شلون يتزوج مرأة ما يعرف اسمها؟ نعم. لضعف في سمعه، لم يسمع اسم المرأة. ما هو واضح السؤال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو كان الطلب من الزوج أولا بأن قال الخاطب: زوجني بنتك، فيقول وليها: زوجتك، يعني تقدم القبول على الإيجاب، لا بأس. إذا تقدم القبول على الإيجاب فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الذي يرأى من المرأة؟ شعرها، وهل ترى متزينة أم تدخل بعباءة أم تدخل بملابس بيتها؟ تستر نفسها ولا تبدي إلا وجهها وشعرها فقط وكفيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح نظر الخاطب أكثر من مرة؟ لا، يحصل المقصود مرة، إما أصلحت له يحصل هذا في مرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الرد على قول الحنفية بجواز تزويج المرأة دون إذن وليها أو دون ولي؟ الحديث، الرد عليهم بالحديث: لا نكاح إلا بولي شاهدي عدل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن زواج المسيار. أيش زواج المسيار؟ ها؟ سم؟ إيش معنى زواج المسيار؟ ما أعرفه أنا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو زوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، هل يصح عقد النكاح؟ يعاد، الأمر سهل، يعاد، يعاد العقد مع الأقرب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أريد أن أتزوج بامرأة وهي بعيدة عن بلدي، فهل أنظر إليها عن طريق البث المباشر؟ تنظر إليها ما يدعوك إلى الرغبة فيها، سواء بالبث أو بحضورها في المجلس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة حامل في الشهر الخامس، قال الطبيب وأخبرهم أن الحمل رأسه صغير ودماغه مفتوح، فهل يجوز إسقاط الحمل؟ لا يجوز إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء أن الحمل ما يعيش، أن الحمل ما يعيش، فإنه إذا قرروا هذا فإنه يقدم تقريرهم إلى دار الإفتاء وينظرون فيه. أو بإسقاط الحمل، يعني كل يسقط الحمل وكل يتصرف، لا، لازم من صدور فتوى من الجهة المختصة. نعم. لازم من تقرير ثلاثة أطباء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل للحاجة؟
وش الحاجة؟ الحاجة كل يقول أنا محتاج. إذا احتاج حاجة صحيحة والأطباء قرروا أنه ما يضره هذا الحبوب ما تضره لا بأس، في حاجة والأطباء قرروا أنه ما يضره هذا. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وهذا سؤال يسأل عن استعمال حبوب منع الحمل للدراسة. نعم. حبوب منع الحمل للدراسة. 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 يعني المرأة تدرس تأخذ حبوب الحمل علشان تدرس ولا تزوج؟ لا لا، الزواج إذا كان عليها خوف الزواج واجب عليها. نعم. ولا الزواج ما يمنع من الدراسة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أذن الحاكم بعمل مظاهرات سلمية، إذا إيه؟ أذن الحاكم بعمل مظاهرات سلمية. لا، المظاهرات ما تجوز في الإسلام، ما تجوز، هذه من أعمال غير المسلمين، لا تجوز المظاهرات في الإسلام والفوضى، ما يجوز هذا. نعم، ليس هذا من هدي الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأفضل التبكير للصلاة قبل الأذان أم بعد الأذان؟ كيف؟ اللي بيصلي مع الجماعة ما يقدم الصلاة، يصلي مع الجماعة. أما اللي له عذر ولا هم صلي مع الجماعة، إذا دخل الوقت يصلي ما في بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الأئمة في صلاة الفجر، في صلاة فجر الجمعة يقرأ سورة السجدة فقط في الركعتين، وإذا أنكرنا عليه وقلنا هذا ليس من السنة يقول: لا أريد أن أشق على الجماعة، فهل هذا العمل صحيح؟ ما في مشقة على الجماعة يا أخي، ما في مشقة، الحمد لله. قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان فيهما مصالح، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقتصر على سورة السجدة ما أدى السنة ولا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.